مرحبا بكم من جديد في قناة إسراء روما لمهارات اليدوية. بمناسبة يوم العالمي للمرأة سأشارك معكم طريقة تحضير بطاقة ثلاثية الأبعاد كهدية مميزة للأستاذة. Thank you.
وها هو الشكل النهائي لبطاقتنا كهدية مميزة بمناسبة عيد المرأة. إلى اللقاء، وموعدنا مع المراحل التالية في الفيديو القادم. لا تنسوا دعم قناتنا بالضغط على لايك وسبسكرايب وشير وكومنت، واضغطوا على الجرس كي يأتيكم كل شيء جديد.